تغذية بصرية، ما شاء الله بلوتيرا ديناري. العكس أولى، كان أول أقول تركب السنافل وتركب بلد حتى لو كانت سنافل أولى. أها يعني بدايتكم أبدأ شبه يوميا أجي من الخيل، يعني مستمر من الخامس ابتدائي سادس 98 تقريبا، فما بعد بدون حساب الأشياء العشوائية اللي قبل، لين 2010 حرفيا كل شهر كان سنافل. وجدت فترات فكرت في مثلا شهر سنين جربتها ثم فكرتها، لكن الأصل أن السنافل هي الأساس مع كل الخيل. صار فين صار سنافل، ما سويت فكرة انك تركب فلهم لحفان فلهم وسنافل لحفان سنافل اللي بدهن عصر. لما تركب السنافل فقط الشيء الوحيد اللي انت بتشيل همه اني ما ارتاح بالمقدار اللي تبغاه لو ركبت فلهم، لكن السنافل برضه راحتها مقبولة. لكن هناك العيوب ما لها علاقة بالراحة، لها علاقة باشياء اخرى، ما لها علاقة فقط الراحة. بركب شيء مرتاح فيه كفاية لكن اقدر اريحه بالفلهم لو ركبت خير عادي، ممكن مرتاح بشكل مطلوب، اهم شيء انك مرتاح كفايه. لكن متحكم فيك وحاسب كم احب لي اني اركب شيء ممكن ما يكون مريح له ابدا، ان كان حصان سنافل، ولو كان حصان فلهم وكان مريح له بس بيتدخل بشغلي سنافل احب. ان كان ولا بد سنافل او فلهم سنافل. جميل، اجابه مفيده وكافيه. سنافل قصدي لو ضمنت تحط في عدتها، اللي يجيك شخص يقول مثلا انا ضامن ان الخيل بركبها 20 سنه كلها خيل فلهم وانا متقن. الحاله دي طلعت لي فيلم، انا عارف مركب فيلم، هذا موضوع ثاني. اتكلم عن شخص عالم الخيل ممكن يمر عليك عده دروس. قلت لك ترى ما اسمه 10 سنوات قدامي يا سنافل يا فيلم. سنافل افضل او فيلم، لكن تستعمل الحبل على الفم زياده في الكرسي. مالك استعمال الحبل على الفم، مع ذلك تعاني باقناع الحصان حق سنافل بالفم. في من خيل قبل السمكه خاصه الكوربيت كما في الجمال تراكيمها ما تسمح لها ابدا انك تقبل الفلم. يا الله اصلا متحمل وزنك بدقة تركب فلم عليه بعد وتزلق له. يبالغ في الساحل فيحس بيدك زيادة فيرضيك، ركبت فلم تفصلك عنه لا تثق فيه. جميل. الجود بالحبل على الفم يعوض عن الجود بالسناف لكن الركوب. جميل، الله يجزاك خير.